كتير من السيدات المطلقات بيبحثوا عن طريقة للحصول على معاش، خاصة بعد غياب الزوج اللي بيعتبر سند تتسند عليه كل أسرة مصرية. وهنا الدولة ما وقفتش تتفرج مكتوفة الأيدي عن مد إيد العون للمطلقات، وقامت بجهود كبيرة لتقديم دعم مالي للمطلقات أو الأرامل علشان تضمن حياة كريمة لكل أسرة تستحق الدعم والرعاية. طيب إيه بقى قصة زيادة معاش المطلقات؟ وهل ممكن يتقطع؟ ده اللي هنعرفه في حلقتنا النهاردة. في البداية لازم تعرف نسب الطلاق ارتفعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، واللي وصلت ل 25% من كل 100 حالة، وكانت أعلى نسبة طلاق تقع في الفئة العمرية من 20 ل 30 سنة، وده طبعا بيكلف موازنة الدولة كتير جدا. ورغم كده بتهتم الدولة بشكل كبير بالمطلقات من خلال دعمهم وتوفير ليهم برامج حماية اجتماعية، وده بيكون ضمن خطوة الدولة المصرية اللي بتستهدف تحقيق الحماية الاجتماعية لكافة الفئات، ولا سيما المطلقات والأرامل باعتبارهم الأكثر احتياجاً. ودعمت الدولة المصرية المطلقات والأرامل دعم مادي عن طريق برنامج تكافل وكرامة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيهات مباشرة منه لدعم الأسر المستحقة علشان تقدر كل أسرة مصرية فقدت رب الأسرة إنها تعيش حياة كريمة خالية من الأعباء المادية. طيب إيه بقى حقيقة زيادة معاش المطلقات؟ النهاردة أعلنت الدكتورة نيفين القباج عن خبر صار يهم كل مطلقة، وهو بدء دراسة زيادة النفقة الموجهة للمطلقات تحت مظلة صندوق تأمين الأسرة المصرية بناء على تعديلات تشريعية وعلى تكامل برامج الحماية الاجتماعية ليهم مع قطاع الشؤون الاجتماعية بالوزارة. واللي ما يعرفش بقى، فالمعاش الشهري اللي بتقدمه الدولة للمطلقات هو معاش تكافل وكرامة، واللي يعتبر أحد فئات برامج وزارة التضامن الاجتماعي المعروف باسم تكافل وكرامة، والهدف منه هو دعم مباشرة للأسرة المستحقة ومساندة المطلقات من خلال تقديم إعانة شهرية. هل ممكن بقى المعاش ده يتقطع؟ بتسأل كتير من السيدات هل معاش تكافل وكرامة ممكن يتقطع في يوم من الأيام؟ الأكيد إن مفيش أي نية لقطع معاش تكافل وكرامة للمطلقات، وده اللي اتقال على لسان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. طيب إيه بقى خطوات الحصول على المعاش للمطلقات؟ طيب لو انتي مطلقة هنقولك ازاي تقدمي على معاش تكافل وكرامة للمطلقات. في الاول لازم تروحي للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكنك، وبعد كده تقدمي كل المستندات والاوراق المطلوبة، وهي عبارة عن صورة بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للافراد ال 18 سنة فاكثر، كمان صورة قسيمة الطلاق، صورة شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة، وكمان ده للأفراد الأقل من 18 سنة، وصورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين لو موجودة، وقيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 ل 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين جامعياً، وكود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة، وصورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال، وصورة إقرار الوصايا للأيتام، وصورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم. لو أنت بقى مطلقة قولنا رأيك في دعم الدولة للمرأة المعيدة، وهل شايفة إن ده كافي؟